مساء الخير. مرة جديدة بيتساوى عدد مرشحي لائحتين 4-4 على الرغم من استبعاد جوال أبو زيدان يلي بنوجه له تحية عن لائحة المواطن ويلي خسرت بتصويت الجمهور لكن بفارق بسيط جدا عن لائحة الحل على السكة. وبعد ما طلبنا بنهاية البرايم الماضي من لائحة الحل على السكة الاستغناء عن أحد المرشحين لمصلحة اللائحة الخاسرة بهدف تأمين شروط المنافسة من خلال التوازن العددي، كان في إجماع على إبعاد نبيه يلي كان عنده رغبة الانتقال إلى لائحة المواطن. نبدأ أخبار الزعيم مع أجواء الحل على السكة بعد نهاية البرايم. شو صار مع ميريام حتى غابت عن أول اجتماع وكيف رح تتصرف زعيمة اللائحة نعمة بدر الدين؟ كل التفاصيل بهذا التقرير. جو الحماس مسيطر على الجميع والكل سعداء لأنه نتمكنوا من إطلاق سجين. وحدة ميريام كان وجهها شاحب ومسيطر عليها القلق. فجأة بحس استجمعت قواها وأتمت المهمة، وقفت بثبات وغنت، وللأسبوع الثاني على التوالي ربحت الحل على السكة بالتصويت. لكن رغم فوزة اضطرت تتخلى عن نبيه عواضة اللي انتقل للائحة المنافسة. بعتقد لو ما سميت نفسي أنا أني بدي روح لونيك كانوا لقوا مشكلة بتسمية الشخص. لائحة الحل على السكة اللي خاضت التحدي بخمس مرشحين رجعت على مقر الزعيم بأربع مرشحين بس. نحن وعم نفتح الباب ميريام داخت وكانت رح توقع بالأرض. ما بعرف شو صار لي، انضيقت، صار معي ضيق تنفس، أول مرة بحياتي بصير معي هيك. ميريام اضطريت أنا شوي اهتم فيها تكن وصل الحكيم. طلع بكره كون هيك، ما بحب كون خصعة وكون حتى لو بالمرض، بحب ضلني للآخر قوية. تركت نعمة ميريام ترتاح بتختها وقعدت مع زملائها بجلسة دردشة. صار في عنا تحدي قوي لأنه في شخص بيعرفنا بتقنياتنا واستراتيجياتنا وأفكارنا ومبادئنا صار مع لائحة السلم المتركب. بقراءة موضوعية نبيه ما أضاف شيء للائحة. بعد ما خلصت الجملة نبيه لو ما نبيه سمى حاله لينتقل للفريق الثاني كنت رح سميه. هيدا بخلينا أكثر كفريق عنا أقل توتر وأكثر انسجام للعمل مع بعض. مع نبيه ولا بلا نبيه بإذن الله دائما الحل على السكة رح يربح. ناخذ 3 دقايق ونطلع الميتنج تنبلش ونطمن على ميريام قبل الميتنج. اوكي ميريام كيف مبقي حالك؟ احسن؟ ما بدي اكون هيك بكره. طيب سلامة قلبك. اجى الحكيم شافني ومنعني اطلع من التخت. بالوقت اللي كانت ميريام عم ترتاح بدأ الاجتماع الاول. عن جد كثير بتشكر ثقتكم انت بمحله وميريام كمان على هالثقه. انتخبوني الشباب كزعيمه اللائحه لهيدا الاسبوع وهيدي ثقه كبيره منهم فيني ومسؤوليه كبيره علي. التحدي هو اعتصام او تظاهره بقضيه معينه. انا برايي شيء شعبي، خلينا نشوف شيء خدمات، شيء بيتعلق برزق الناس. انا بقترح انه نعمل مثل اعتصام او مظاهره ضد كل هالطبقة السياسية الموجودة. اقتراحي لليوم إذا منقدر نعمل شيء له علاقة بالأمن، إذا نحن بدنا نعمل تظاهرة ننجحها بالشارع بدنا نشوف شو التظاهرة اللي ممكن تجيب ناس. لنقدر ننتج لازم كمان ننام منيح اليوم، خاصة أنه نحن ناقصين ميريام وكمان عنا نقص أنه نبيه راح على الفريق الثاني. بكرة الساعة 9 الاجتماع صباحاً في عنا 3 نقاط على جدول الأعمال. بتأمل أنه بكرة نقدر نوصل لتوافق يضم 3 بشكل معين يقدر يخلي الناس اللي داعمة كل شخص فينا تحس حالة معنية بالقضية اللي طرحناها وينزلوا يدعمونا بهالمهمة. سلامتك ميريام، وهالأسبوع لائحة الحل على السكة عندها شغل كتير لإنجاز التحدي السياسي. وهلأ المنبر والميكروفون لكم، تفضلوا حتى تخاطبوا الناس والمشاهدين. مساء الخير. بمساعي تشكيل الحكومة الجديدة اقتراح بعدم تكليف رجل أعمال لرئاسة الحكومة. مش ضد رجال الأعمال بل بسبب حدة الصراع بلبنان سوريا والمنطقة. كبار رجال الأعمال مصالحهم ومعظم حساباتهم بالخارج وهيدا بخليهم عرضة للضغط من دول عربية وغربية من خرطة بالصراع بالمنطقة. لشو نحطهم بهيك موقع وهيك موقف؟ انضغط بيضغطنا وما بقى نحمل. منعاً للانفجار خلينا نكلف سياسة مش بزنس مان. اليوم كنا بحي السلم، امبارح كنا بسجن رومية عند الموقوفين المظلومين، وقبل كنا بطرابلس وبعبدة وبربور وطريق جديدة وعن قريب بجنوب. ها
هيدا هو نايب الأمة يلي قال عنه الدستور اللبناني، النايب يلي بيمثل كل الشعب، يلي بيزور كل المناطق، ما بيخاف من أي منطقة، ما بيميز بين طائفة ولون وجنس وعرق. أما نواب اليوم هن نواب أزقة وشوارع ودكاكين، ومش رح يصيروا نواب أمة إلا إذا اعتمدنا على قانون انتخابات لبنان كله دائرة واحدة مع النسبية. بدي أتناول موضوع الكهرباء، صرنا بالقرن 21 وبعد الشعب اللبناني عم بيحلم بالكهرباء، في دول طلعت على القمر ودول عم بتجرب تكتشف كواكب جديدة، واليوم بعد الشعب اللبناني عم بيحلم بالكهرباء، بمناطق عم تتفاوت الكهرباء بين 4 ساعات و 12 ساعة، أصحاب الموتورات عملوا ملايين والشعب اللبناني عم بيدفع فاتورتين، اليوم لازم وزارة الطاقة تأمن وتحل هذا الموضوع لتجيب الكهرباء 24 ساعة، إذا ما بتقدر تأمن هذا الموضوع خليها تترك محلها غيرها، وبكرة عنا اعتصام بحي السلم بخصوص موضوع قرف الكهرباء بلبنان. عم بتأكد يوم بعد يوم إنه اللي بده يتعاطى الشأن العام بده ينزل على الأرض، اللي بده يعمل زعيم ومسؤول أو بده يعطي رأيه بالزعيم والمسؤولية بده ينزل حد العالم يشوف شو احتياجاتها شو حاجاتها وشو ألامها. امبارح نحنا كنا بطرابلس وبسجن رومية وببربور وطريق الجديدة، وبكرة واليوم كنا بحي السلم. هيدي نحنا عم نفرجي هالصورة جديدة للزعيمة، زعيمة اللي بتكون حد العالم وعم بتوصل صوتها لصوت العالم. إذا بتريدوا بكرة لقونا الساعة 4 حي السلم على موقف البسيط الجديد. يعطيكم العافية. ومن تصريحات أعضاء لائحة الحل على السكة بنرجع للائحة المواطن يلي خسرت الثلاثة بتصويت الجمهور بفارق ضئيل، وخسرت جهود جوال لكنها بالمقابل ربحت تشجيع وثناء لجنة الحكم وربحت كمان نبيه. يعني لائحة المواطن استقبلت وودعت. منشوف التقرير الثاني. مين بتشوف الحل الأضعف؟ جوال. جوال؟ جوال. جوال أبو زيدان خسرت موقعها وربحت تجربة وكان لها تعليق أخير. ما بدي أي محالي كزعيمة، بحب أي محالي على الأربع أسابيع، يعني بعتبر كنت جيدة، ما كنت ممتازة، كنت جيدة. اللائحة اللي رح تفتقد جهود جوال ادعمت بمرشح من لائحة المنافسين نبيه من لائحة المواطن. بعد البرايم رجع أعضاء لائحة المواطن على مقر الزعيم بعد تلقيهم تاني خسارة، مع وصولهم اختلى نيكولا بنفسه. بالنسبة لألي فلت جوال كانت صدمة لكتير أسباب. أول شيء من أكتر المقربين لألي، من أكتر البنات يلي بتحب الكل وما بتحكي عن حدا وصريحة. جوال أبو زيدان مطلوبة. بالنسبة لجوال خلصوا المهمات وما بقي إلا توديع زملائها وتوضيب أغراضها تمهيداً للمغادرة. بوقت كان نبيه عم ينقل أغراضه من جهة لجهة وعم يتمركز بموقعه الجديد. مرحبا لائحة الحل على السكة. أهلاً. كيفكم؟ مبروك نعمل. التوفيق. جاي أخذ أغراضي. والله ما بحصدك على الموقف. لا يا خيي، باخذ الكرسي معي. بس على الانتحار. يا خيي ولو ما بضلك تساعدنا. عم بقول لك. يعني انبسطت بخيار اني اجي على لائحة المواطن، خاصة بعد ما لمست بالفترة الأخيرة بلائحة الحل على السكة في نوع من المبارزة الضمنية. يعني بدهم جرعة هيك. لازم يلا. الله معك. بالنسبة لي نبيه ان اجا هذا كادو، لأنه انا كنت عم عيني جمعة الماضية شاب لوحدي. هلا صار في نبيه، ونبيه من الاشخاص اللي صريحين، حتى لو كان في خلاف انا وياه على القليل صريح بقولهم دغري. خلينا نبلش لكين بالافكار اللي عنا اياها، ونبلش بالعنوان. عندك شيء؟ هلا ولا هلا؟ لا. رانيا او مايا ما بعرف مين بحب يبلش هذا. انا الانتخاب الارثوذكسي اذا فينا نعتصم انا شخصيا ضده، ما بعرف انتم. انا عندي فكرتين بدي اقولهم. جبل النفايات بصيدا، وفي وضع الصيادين بلبنان كلها بس تحديدا بصيدا. الفكره اللي عندي اياها قصه المعوقين، بس بمعنى ثاني، يلي ما بيقشعوا يلي ما فيهم يمشوا، لانه هاو جماعه بيقدروا يشتغلوا بيقدروا ينجوا. بدنا نجرب نعمل كونسبت لهم. هلا اذا بهمكم هذا الموضوع بنفوت فيه اكثر، لانه هي فكره موجوده. هذا الموضوع بعتقد بنشغل فيه، خاصه انه نحن عم نبعد عن القضايا السياسيه الكبيره وعم نحاول نكون شوي قريبين باتجاه القضايا الاكثر انسانيه. انبسطت انه نبيه دغري حب الفكره، حتى انا عنوان لنقدر نكفي بالنقط الثاني. خلاص نحن بنقدر نمشي بهذا الموضوع. مايا
خلاص بنركز عليه. تسعة بكرة منجي منبلش تليفونات، بتصور على 10 لازم يكون احنا خلصين. الموضوع اللي بدنا نشتغل عليه بكرة بيكون رهن على تليفوناتكم. ماشي، خلينا تصبحوا على خير. الأسبوع الماضي نامت لائحة المواطن على مشروع ووعيت على مشروع، فهل رح يمشي مشروع نيكولا؟ الجواب بكرة بأخبار الزعيم. أما المنبر هلأ فلزعيم اللائحة نيكولا هاروني وزملائه نبيه رانيا ومايا. تفضل نيكولا. مساء الخير. اليوم فريقنا خاض تجربة مميزة، تجربة مع معوقين ذوي الاحتياجات الخاصة. تحدثت مع كذا ضرير واكتشفت انه بيشوفوا احسن منا، صدقوني. تفاجأت بمقعدين عم يطلعوا الدرج طابقين، بينما نحن ما قلنا جيد نطلع درجتين. اليوم صرت بستحي بحالي اذا بسميهم ذوي الاحتياجات الخاصه. يمكن هالاسم صار بيلبق لاكثر من مسؤول بهالبلد. مساء الخير. الاتفاقيه الدوليه لرعايه ذوي الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة شرعت الدول بالتوقيع عليها ابتداء من سنة 2007، وهيدي الاتفاقية بتمنح الحقوق الأساسية والحريات الأساسية لهالأشخاص. للأسف لبنان حتى الآن لم يصادق عليها، والسبب بعتقد يمكن لأنه ما في عائدات مالية تذهب لجياب المسؤولين، ويمكن أكثر منا مرفق بيسيطر عليه هيدا المسؤول أو ذاك من خلال هيدا الزعيم أو ذاك. شكرا. مساء الخير. مكفوفين مقعدين مثلي ومثلك، 50% منهم أميين. بتعرفوا ليه؟ السبب إنه المدارس الرسمية منا مجهزة لتناسبهم. حقوقهم بلا عمل وتوظيف 3% على الأقل من عدد الموظفين إذا كان عددهم بفوق 60 بموجب القانون كمان ما عم يتطبق. وزارة العمل، وزارة التربية، أو بدي سميكم وزارة تصريف الأعمال. طلبنا كتير، بس اليوم المطلب مختلف. أي وزير بده يستلم وزارة يفكر مرتين، لأن هالمرة الوضع مختلف. ما بدنا ننطر لنبلش من الصفر وترجع تسقط حكومتك، بدنا يكمل تنجز أو تبقى ببيتك. باسبورك اللبناني بقديش مستعد تبيعه؟ رسمي له قدي يعني؟ يمكن إذا صحت لك هجرة على كندا أو أستراليا أو أمريكا بتبيعه بالبلاش، ما هيك؟ يمكن معك حق. سبحان الله كيف اللبناني لما يطلع لبرا ببدع، بيشتغل، بيعيش. بس في كتير لبنانية بيطلعوا مش طمعاً لا بجنسية ولا بمصاري. شباب صبايا مثلي مثلك بيطلعوا لأن عندهم رسالة معينة أو موهبة معينة حابين يوصلوها لأكبر عدد من العالم. ليلي ما بيعرف أو مش سامع بمحمد عباس أو بأنتوني توما، تابعني بكرة لتفاصيل أكتر. يعطيكم العافية. مع مواقف لائحة المواطن طبعا نختم أخبار الزعيم، وبكرة بنفس الوقت منطلع على مسار التحدي ومنشوف وين قررت كل لائحة تعتصم وتتظاهر وشو الشعارات يلي رح ترفعها، والأهم أي قضية رح تتظاهر كرمالها. أما التصويت فمثل العادي بيستمر طوال الأسبوع وبيتوقف قبل نهاية البرايم السادس. أي لائحة رح تجمع أكبر عدد من الأصوات؟ الجواب الثلاثة. أما أنا فبرجع بلاقيكم بكرة. تصبحوا على ألف خير.